خلونا نتكلم بصراحة ووضوح وبشكل مباشر. الصراع في ليبيا لم يعد صراعا بين أطراف ليبيا في الشرق والغرب فحسب. الصراع في ليبيا أصبح صراعا إقليميا بين الأتراك العثمانيون من جانب والعرب من جانب آخر. وعندما أتحدث عن العرب لا أقصد جميع الدول العربية، ولكن أقصد الدول العربية أو من تبقى من الدول العربية الذي لا زال لديه القوة العسكرية والاقتصادية للدفاع عن عدد من مقدرات الأمة العربية. وعلى النقيض فهناك دول عربية أخرى تقف موقف المشاهد رغم أنها أقرب ما يكون إلى المشهد الليبي عن غيرها من الدول. تابعونا. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء، لو بتشوفني الأول مرة ريت تدعمني بلايك والاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ريت تشاركه عشان يصل لأكبر عدد من المشاهدين. مع خروج المبادرة المصرية لحل المسألة الليبية بشكل سلمي وبدون تدخل خارجي أول أمس، طلع علينا دول كثيرة بأنها بتوافق على هذه المبادرة وأعلنوا تأييدهم لها بشكل كامل. من بين الدول دي الأقطاب المختلفة كروسيا والولايات المتحدة، ومن بين الدول دي دول عربية عديدة أنتم تعلمونها جميعا. ولا داعي لذكر الدول التي أيدت المبادرة لأنها مؤيدة بشكل كبير جدا على مستوى العالم، ولكن لن أتحدث عن المبادرة على الإطلاق، ولكن حديثي سيكون عن الدول التي هي الأقرب لليبيا أو هي الأقرب لغرب ليبيا، ولكن رأيها لا يظهر لنا أو من يظهر برأيه فهو رأي منقوص بشكل كبير ولا يبعث سوى على الخجل. أنا أخجل حينما أسمع رسائل الدول المجاورة لليبيا وخاصة تونس والجزائر حينما يتحدثون عن سواء المبادرة المصرية أو حديث حتى عن الموقف في ليبيا، سواء نسمع دائما نقول نحن على الحياد نحن على الحياد. النهاردة أنا جايب لكم حاجات مهمة جدا في الفيديو وأشياء لازم تسمعوها ولازم الناس كلها تاخد بالها، ولو عجبك زي ما بقولك شاركه عشان يصل لناس كتير لأنه في حاجات مهمة لازم نذكرها ونطلع عليها في هذا الفيديو. بداية الدول كلها يعني تجاوبت أو تفاعلت مع المبادرة المصرية سواء بالرفض أو الإيجاب، لكن الرفض معروف، تركيا والسراج أو حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا، وأيضا نعلم جميعا أنه لا يمكن لحكومة الوفاق أن تفعل شيء بدون إذن تركيا لأنها تأتمر بأمر تركيا وهي عبارة عن دمى أو ألعاب في يد تركيا. ولكن حديث اليوم سيكون عن الدول التي لم تبدي موقفا صريحا قويا بشأن الملف الليبي كمثلا تونس أو الجزائر. فالنهاردة هنشوف مع بعض الرد على المبادرة المصرية من الجانب الجزائري والتعليق على هذا الرد المخجل. أنا أقول مخجل وأقصدها وأعنيها. وحينما أتحدث عن الموقف الجزائري أو عن موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فأنا أتحدث عن موقف رئيس أو موقف حكومة ولا أتحدث عن شعب. فنعلم جميعا أن الشعب الجزائري هو شعب مناضل يعني أو يعي معنى العروبة والوطن، ويعلم أو ذاق من قبل مرارة الاحتلال وعرف كيف أن الاحتلال يضر بمصلحة البلاد. ولكن حديث عن الحكومات كرئيس تونس قيس سعيد ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون الذين لديهم مواقف مخجلة مخجلة للغاية ولا تتناسب مع الموقف الذي يمر به أو تمر به المنطقة، وحقيقة المواقف تبان أو مواقف الرجال تظهر وقت الشدة. فمواقف أعضاء البرلمان التونسي رجال حقا عبروا عن موقف الشعب التونسي في تصديه ورفضه للعدوان التركي على ليبيا. حقيقة هنا أنا لازم أتكلم بوضوح وأقول رسالتي الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد. أنت تقول دائما أنك على الحياد وتقول دائما أنك على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتنازعة. بداية لا تشبه الأطراف هذه بالأطراف تلك، فهنا جيش وطني وعناصر من الليبيين يحاربون عناصر ليبية وعناصر غير ليبية، ولكن العناصر الغير ليبية أصبحت الآن أكثر من العناصر الليبية. فيا رئيس تونس قيس سعيد، كيف تساوي بين هذا الليبي وذاك الغير ليبي؟ كيف تساوي بين الليبي والمرتزق الغير ليبي الذي أتى به العثمانيون تمهيدا لتحقيق أطمعهم في الأراضي الليبية؟ كيف تقول أنك على مسافة واحدة بين صاحب أرض ومحتل؟ الوقوف أثناء الحرب أو أثناء الهجوم على الأوطان على مسافة واحدة بين الغازي والمدافع هو خيانة، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. وإذا استمريت يا رئيس تونس قيس سعيد فأنت سير جنب الحيط، كما يقول المثل امشي جنب الحيط يحتار عدوك فيك، خليك ماشي جنب الحيط. طيب افرض الحيط انهدم أو انهار وهذا الحيط هو الذي يفصل بينك وبين جيرانك في ليبيا، أنت لا تفصل بينك سوى بضعة كيلومترات عن الزنتان أو عن طرابلس أو عن غرب ليبيا. ماذا إذا وقع الحائط الذي تستتر فيه بينك وبين ليبيا؟ ماذا ستجد لكي تستتر به؟ بالله عليك
قل لي يا رئيس تونس الموقف المخزي الذي تتبناه، وحينما أتحدث عنك لا أتحدث عن موقف الشعب التونسي، فالشعب التونسي موقفه واضح، أعلنه نواب البرلمان التونسي حينما رفضوا التدخل والغزو التركي لليبيا، وكلنا نعلم جميعا ما فعله أعضاء البرلمان التونسي، والمفروض كمان أنه خلال يوم 24 أعتقد القادم في هذا الشهر تشكل جبهة الإنقاذ الوطني نوع من المطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي المتعاون مع الغزو العثماني والاحتلال العثماني لليبيا. هذا الرجل رئيس البرلمان التونسي تتصدى له عديد من القوى في تونس بشكل واضح وكبير، وهنا ندعمهم ونقول لهم نحن معكم في مصر، ندعم كل من يقوم بالدفاع عن الأراضي العربية ضد أي محتل، سواء أتى هذا المحتل تحت شعار أنه غير مسلم أو تحت شعار الإسلام مستترا به لكي ينهب ثروات البلاد الأخرى ويقول لك أنا مسلم فمن حقي أن أنهب. لم يحدث أو لن يحدث ذلك بعد الآن كما حدث من قبل، والتاريخ بيننا ويشهد بما أقول وما حدث مسبقا. الموقف الآخر الذي نريد أن نبحثه ونناقشه هو موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. هذا الموقف الغامض المبهم الذي لا يمكن تفسيره سوى بأنه موقف مخجل. هذا الرجل يقول دائما أنه على الحياد كما يفعل رئيس تونس، وأعلنت الجزائر بالأمس عن تعليقا على المبادرة المصرية. هنقرأ مع بعض التعليق ونفسره أو نفهم مضمون هذا التعليق. حقيقة إذا نظرنا إلى التعليق الجزائري فالتعليق بصراحة زي ما شايفين كده، قالت وزارة الخارجية في أول تعليق لها على مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص الأزمة الليبية أن الجزائر أخذت علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، حسب ما أورد بيان الخارجية. حقيقة كلمة أخذت علما كلمة غريبة وكلمة ما مش عايز أتجاوز في اللفظ، لكن الكلمة بصراحة كلمة مخجلة جدا. يعني أخذت علما يعني انت قول انت مؤيد ولا معارض، لكن ما تقولش اخذت علما. يعني ما الدول كلها اخذت علما، يعني هو مين معلمش؟ ما انت كده كده سمعت اتقالت قدامك فانت عرفت. هو مين معرفش؟ يعني هو انت نايم في التراب ما انتش شايف اللي بيحصل؟ اكيد الناس كلها لغاية اخر دول العالم سمعت بالمبادرة. لكن ده اول تعليم. وذكر البيان بموقف الجزائر القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الاشقاء الليبيين، طبعا نفس الكلمة اللي بنسمعها دايما، وبالجهود التي بذلتها على مختلف الأصعدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بدءا من بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار التي تجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق. الكلام اللي احنا الدبلوماسي اللي بنسمعه اللي ما عادش ينفع بتلاتة أبيض زي ما بيقولوا المصريين. الكلام ده صراحة كلام مخجل جدا، لأنك بتقول الوقوف على مسافة واحدة. دايما الكلمة دي في الوقت الحالي ما تنفعش، انت ما ينفعش تقول مسافة واحدة ومش مسافة واحدة. انت لو حاولت انك تجد مسافة واحدة فانت بتجد مسافة واحدة بينك بين الليبي وغير الليبي، او يعني مسافة واحدة بين الليبي الذي يحارب غير الليبي. لا، قول انا بستنكر وجود المرتزقة في ليبيا وبرفض التدخل التركي في الشأن الليبي، لانه التدخل التركي لا يمكن ان يقارن بتدخل الدول الاخرى. التدخل الدول الاخرى حتى لو كان بارسال السلاح، فتدخل ليبيا بارسال السلاح، إرسال المقاتلين المرتزقة من الدول التي يعني من سوريا وغيرها، إرسال حتى الخبراء والعسكريين الأتراك. فالتدخل هنا ثلاث تدخلات، تدخل بالسلاح وبالمرتزقة وبالجيش نفسه التركي أو بالعسكريين الأتراك. أما الآخرين فلم ترسل دولة واحدة منهم، لا يوجد عسكري مصر واحد يقاتل على أرض ليبيا، لا يوجد عسكري سعودي أو إماراتي. تحدث وكن محايدا، وبعد ذلك قلت نقف على مسافة واحدة من الأشقاء في ليبيا، أؤيدك فيها، ولكن إذا قلت أولا نسحب المرتزقة أو الغير ليبيين من الأرض الليبية لأن ونرفض تدخل تركيا. بصراحة الموقف الجزائري يجب أن يكون أكثر قوة من هذا. موقف الرئيس عبد المجيد تبون غير لائق بالموقف الحالي. أين تدخلك منذ بداية الأزمة؟ إذا كنت تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين فأنت مرحب بك من الجميع، والجميع يرحب بكلماتك، والجميع يحبك إذا كان كذلك. إذن لماذا لم تحل الأزمة من البداية؟ يعني منذ أشهر أو منذ سنوات لماذا لم تحل الأزمة وأنت تقف على مسافة واحدة؟ وبما أنك تقف على مسافة واحدة فأنت لديك علاقات بهذا وذاك ويمكنك عمل الاتصالات لإنهاء الأزمة، لماذا لم تفعل ذلك؟ هل أفادك شيء الوقوف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين؟ وحديث هنا لم يعد أنهم فرقاء ليبيين، بل أقول أنهم ليبيون يحاربون غير ليبيون. لو كان الأمر بين ليبيين وليبيين لكنت أؤيدك تمام التأييد فيما تقول، لكنه لم يعد
الامر بين ليبيين وليبيين، ولكن اصبح بين ليبيين ومرتزق. زي ما حضراتكم سمعتوا الموقف الجزائري هو موقف بصراحه لا يسمن ولا يغني من جوع ويدل على ضعف. وهقول لحضرتك باختصار الفترة الحالية تاريخيا هتسجل في المستقبل انها فترة من الفترات الهامة في تاريخ شمال افريقيا، لانه الفترة دي زي فترات سابقة حصل فيها محاولة لتدخل العثماني في منطقة شمال افريقيا. هذه المحاولات تتصدى لها دول تتبنى القضايا القومية العربية وتستتر منها دول هي ايضا دول عربية، ولكن مواقفها بصراحة ليست بالمواقف الايجابية او ليست بالمواقف المشرفة في هذا الشأن. وحقيقة لما حضرتك لا قدر الله بتشوف ان تركيا تسيطر على ليبيا، انت كجزائري او كتونسي، وانا اعلم ان الاشقاء في تونس والجزائر لا يرضيهم هذا الواقع المرير الذي ربما يحدث اذا لم تتصدى دول تقوم بهذه المهام كمصر والسعودية والامارات وغيرها من الدول التي تتصدى لهذا الوهم الذي تحاول به تركيا فعل ذلك. فمقارنة بين مصر والسعودية والإمارات تقارن تونس بالجزائر تجد أن تونس والجزائر موقفهم مخجل مخجل بصراحة. رؤساء تونس والجزائر موقفكم مخجل، لا أتحدث عن الشعب، أتحدث عن الرئيس التونسي والرئيس الجزائري. وأقولها بصراحة وجود تركيا في ليبيا سيقوم يعني ستجد العلاقة بين الأتراك والجزائريين والتوانسة هي علاقة سبيرير، أن التركي هو سبيرير يعني يفوق الجزائري أو يفوق التونسي، وبالتالي أنت تتعامل معه وفقا لما يراه في مصلحته أو وفقا لتحكماته، لأنه سيصبح مسيطرا على الموارد الطبيعية للبلاد، وبالتالي هو من سيتحكم في أي نصيب تأخذ، كيف تكون حصتك، كم مدى أو كم حجم المعاملات التجارية التي تتم بينكم، كل هذا هو من سيتحكم فيه، لأنه يعتبر نفسه واليا عليك وصيا عليك أعلى منك يفوقك. فحضرتك دي علاقة اسمها سوبيرير، يعني علاقة الأعلى بالأدنى. لا داعي أن أذكركم أيها الأشقاء في الجزائر بخطورة الموقف، أيها الأشقاء في تونس، فلا نريد تكرار سيناريو الماضي، وأنا أسف حينما أقول أو أذكر بما حدث في الماضي، فأنتم تعلمون حينما طلبتم من الأتراك التصدي للهجمات الأسبانية في عام 1516 بعد أن سيطر الأسبان على الأندلس بشكل كامل وبدأوا يهاجمون السواحل الشمال أفريقية، طلبتم منهم بالفعل أن يتصدوا لهذه الهجمات في عام 1516، أرسلوا لكم عروق بربروسا وأخيه خير الدين بربروسا، وماذا فعلوا بعد ذلك سوى أنهم استمروا في البلاد حتى تقريبا عام 1830. هذه المدة كلها طلبتم منهم فقط المجيء لإنقاذكم فاحتلوا بلادكم، وفعلوا ما فعلوا، بل بالعكس تخلصوا ممن طلب منهم أن يأتون للدفاع عن الجزائر، تخلصوا من سليم التومي، وتعلمون جميعا هذه الشخصية، ولا داعي لتذكرتكم بالماضي، أنا أذكر فقط بما حدث، والمعلومات كثيرة في هذا الشأن، ولكن أنا أنصح للأشقاء في الجزائر اعلموا أن مصلحتنا كعرب مصلحة واحدة، لا داعي لوجود المحتل في أرضنا العربية، فأرض ليبيا هي أرض الجزائر وأرض ليبيا هي أرض مصر، وعلاقتكم بليبيا بعد ذلك إنما يسيطر على ليبيا الليبيون ستكون مبنية على الشراكة والتعاون، بينما عندما تسيطر على ليبيا من قبل الأتراك وأتبعهم في الأرض الليبية ستكون العلاقة علاقة الأعلى والأدنى. لا داعي للتذكرة بما حدث من قبل، واسألوا وابحثوا في كتب التاريخ، وابحثوا في كتاب الباحث محمد بن مبارك الميلي عن تاريخ الجزائر القديم والحديث، وستجدون ما أقول. تخيل رئيس الجزائر إذا أصبحت الحرب بشكل مباشر بين مصر والدول العربية من جانب وتركيا من جانب، مع من ستقف؟ هل ستقول عندها أنا محايد أنا أقف على الحياد؟ عندها الموقف سيصبح صعب جدا، والآن الموقف صعب عليك جدا، نحن لا نخشى، نحن نقول دائما الحق ونوجه للمخطئ الرسالة في وجهه ولتعلموا. وأتمنى من الأشقاء في الجزائر أنهم يشوفوا الفيديو ده بشكل كبير، لأنه الموضوع يعني ليس بالدرجة الهينة التي يتصورها البعض، الموضوع خطير، ومحاولات استعادة السيطرة السابقة محاولات هي مستميتة الآن بعد انتهاز فرصة ما يسمى بثورات الربيع العربي، وما حدث في ليبيا كانت فرصة من ذهب لتدخل الأتراك وهم يستغلونها الآن. عليكم
بالتنبه، فمقارنة دول عربية تتصدى لتركيا أو المساواة بين العرب الذين يقومون التدخل العثماني في ليبيا والأتراك، هذه المقارنة عندما تساوي بين بعضهم البعض فأنت إذن تظلم وتتجنى على الدول العربية التي تدافع عن وجهة النظر وعن العروبة وعن الوطن. فليبيا بموقعها الاستراتيجي ومساحتها الكبيرة التي تتخطى 1.6 مليون أو 600,000 كيلومتر، هذه المساحة المهولة مطمع لعدد كبير من الدول ومطمع لتركيا تحديدا بثرواتها النفطية. واعلم كما قلت لك من قبل، العلاقة بينك وبين المحتل العثماني ستكون علاقة الدوني بالأعلى أو الانفيريور بالسوبيريور، يعني الشخص الأدنى بالشخص الأعلى. أما علاقتك بمصر فستكون علاقة النظير الأخ الشقيق، ولا داعي لتذكرتك بما حدث بينك وبين مصر من اتفاقات وتعاون وتصدي للاستعمار الفرنسي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ولا داعي لأن أذكرك بما قال وزير خارجية فرنسا عندما قال أن التمرد في الجزائر لا تحركه سوى المساعدات المصرية، فإذا توقفت المساعدات فإن هذه الأمور سوف تعود كلها إلى نصابها. لا داعي لتذكرتك بموقفنا مع بعضنا البعض، الموقف كان قويا ونريد ألا يعني يتزحزح أو ينهار أو يحدث فيه أي تشققات، لأن مصيرنا واحد في كشمال أفريقيا وكأمة عربية. أتمنى الرسالة تكون وصلت، وفي النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.